الأولى من مشروع استعادة الأنواع الحيوانية والنباتية المنقرضة والمهددة بالانقراض، استجلبت الحظيرة الوطنية لأوليكات الدفعة الأولى من أصناف الظباء والحيوانات المنقرضة والمهددة بالانقراض من جنوب إفريقيا، وقد تم استجلاب هذه الدفعة في إطار الاتفاق المبرم مع شركة أفكور الجنوب إفريقية سنة 2018. بوصول هذه الدفعة من الظباء والحيوانات المنقرضة والمهددة بالانقراض القادمة من جنوب إفريقيا على متن رحلة مباشرة، تتم المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق المبرم بين حظيرة أوليكات بولاية الترازة وشركة أفكور الجنوب إفريقية. وقد كان في استقبال الدفعة بمطار التونسي وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي كامارا ورئيسة اللجنة الفنية لتنفيذ حظيرة أوليكات وكبار المسؤولين بالوزارة. وفي تصريح له بالمناسبة أوضح الوزير أن هذه العملية تجسد حرص رئيس الجمهورية على المحافظة على النظم البيئية بشكل عام وعلى التنوع البيولوجي الذي كانت بلادنا تتميز به، مضيفا أن التغيرات المناخية والجفاف المتتالي والانقراض والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كلها أمور أدت إلى انقراض أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والنباتات وأصبحت أخرى مهددة بالانقراض. واستعرض السيد أمادي كامارا الإجراءات العلمية التي اتخذتها الحكومة لضمان صحة وتكاثر هذه الحيوانات في محمية أوليكات التي صممت لهذا الغرض. ومن جانبها أشادت مستشارة الوزير الأول ورئيسة اللجنة الفنية لحضرة أوليكات بهذا المشروع. قرعنا على الطائرة وشفناهم، هم ورانا هم في الطائرة مليانة من الحيوانات، هذا هو الوسائل اللي ينتقلوا به، وطمأنينا عنهم، الظروف كانت جيدة وعنهم الحيوانات بالسلامة، وعنهم إذن عن عملية جيدة جدا، ونحن سعداء به وشاكرين عليه السلطات الموريتانية. ويأتي إنشاء الحظيرة الوطنية لأوليكات في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى التخفيف من أثار التغير المناخي والعدوانية البشرية اتجاه البيئة، من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والإطار الإيكولوجي الملائم، سبيلا إلى استعادة الأنواع الحيوانية والنباتية المنقرضة والمهددة بالانقراض. ومن بين مكونات حظيرة أوليكات منطقة تأقلم لحيوانات الظباء تبلغ مساحتها 107 هكتار، منطقة تأقلم لحيوانات مختلفة تبلغ مساحتها 1.5 هكتار، وحديقة للحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والفهود والضباع مساحتها 16 هكتار، مزرعة للأعلاف مساحتها 40 هكتارا، وبحيرة اصطناعية ومباني سياحية.